السلام عليكم. وقف والي ولاية بجاية بارحة على وضعية طريق سيار الرابط بين مدينة بجاية وطريق سيار شرق غرب على امتداد حوالي 100 كيلومتر. إذن وقف على الشطر الممتد ما بين النقطة الكيلومترية 32 بمنطقة تامزريت والنقطة الكيلومترية 48 بمنطقة تقريت. إذن هذه المنطقة اللي فيها حوالي 16 كيلومتر واللي فيها كذلك النفقين نتاع سيدي عيش إذن اللي يوقع في السيجمو هذا، حيث أن الأشغال انتهت كلها يعني قبل الافتتاح نتاع الشطر هذا اللي فيه كما قلنا 16 كيلومتر، واللي يعني وقف والي ولايه اذن بجايه على التجارب نتاع المراقبه ويعني التحقق من الانظمه نتاع السلامه داخل الانفاق هذه، وكذلك كل الاجهزه يعني تجارب حول الاجهزه التي تسير حركة المرور داخل الأنفاق، خاصة الجانب تاع السلامة وكذلك الجانب تاع الإضاءة وال يعني لو سيستم أونتي انسوندي، كل الجوانب إذن تاع تسير الأنفاق هذه اللي نذكر أنها تبلغ حوالي 1800 متر يعني 1.8 كيلومتر في كل جانب، وهي بمقاييس عالمية. وكذلك نزيد نأكد أنه كل الأنفاق التي تم إنجازها منذ الثمانينات القرن الماضي إلى يومنا هذا عبر كل طرق السيارة في الجزائر هي من هذا النوع نتاع الأنفاق، يعني ثلث أرواق ثلث أرويقة في كل اتجاه، يعني 6 أرويقة زائد زوج أرويقة نتاع الوقوف الاضطراري، وكذلك كل الأنفاق هذه نتاع طرق السيارة هي من نوع بيتيوب، يعني زوج أنفاق متوازيين ماشي زوج اتجاهات في نفس النفق، نفق لكل اتجاه. يعني هذه هي المقاييس العالمية التي تم يعني العمل بها في إنجاز الأنفاق في الجزائر، واللي بهذا المستوى إذا أضفنا إليها الإنشاءات نتاع الجسور في الجزائر فنقدر نقول بأن الجزائر تعتبر بحق رائدة في البنى التحتية الطرقية، يعني أمام يعني بعض الدول كأفريقيا الجنوبية. أترككم تتابعون والسلام عليكم.